السلام عليكم. دلوقتي هنتكلم مثال عملي على البلوك تشين. ايه هو البلوك تشين؟ سلاسل الكتل، يعني هي نوع من انواع العقود الذكيه، هو سمارت كونتراكت، عقد ذكي عباره ان بيبقى فيه متخزن العقد بتاعي ومتخزن في اكتر من مكان، ولو حد حب ان هو يزور فيزور في نسخه، لكن في مليون نسخه تانية هتقول ان في تزوير لان المساحه بتاعت الملف اتغيرت. فدي ميزه البلوك تشين، وكل عقده او كل بلوكه مرتبطه مع اللي جنبيها، ففيها جزء من المعلومات اللي جنبيها وهي حاطه جزء من المعلومات بتاعتها في البلوكه الثانيه، فصعب جدا ان حد يعدل او حد يزور فيها. من ضمن الحاجات بتاعت البلوك تشين العملات الرقميه، ويمكن دي اشهرها، وفي حاجه اسمها نون فينجبل توكن، يعني حاجه مثلا صوره، بالصوره دي ما تقدرش ان انت تنسخها، هي بتاعت اشخاص معينين. فانا جات لي دعوه من بيم كوردينيتورز كوميونيتي ان انت زي سفير لينا او ان انت احد الناس المشاركين، وده اللي انا قلته قبل كده ان هيبقى الاستخدام بتاعها مش الهبل اللي بيحصل دلوقتي ان حد يبيع تويته وان حد يبيع صوره بمليون جنيه صوره عاديه، لا هيبقى في نوادي مثلا يقول لك لو انت عايز تدخل فانت لازم يكون معاك ال NFT ديت، بحيث ان احنا نعرف ان انت عضو موجود معانا وما ينفعش ان انت تكررها وما ينفعش ان انت تديها لحد. طيب عشان تتعامل مع البلوك تشين لازم يكون عندك محفظه، محفظه رقميه، فمن ضمن المحافظه الرقميه المشهوره ميتا ماسك، تمام؟ وميتا ماسك انا مسطبه عندي في البراوزر، تمام، وما فيهوش حاجه للاسف، يعني زيرو، يا ربنا يرزقنا. تمام، طيب هلاقي عندي الميتا ماسك اهو، تمام. طيب دي المحفظة الرقمية بتاعتي، بيقول لي دوس هنا عشان تحصل على ال NFT وتبقى معاك موجودة في المحفظة، تقدر ان انت تطلعها في اي وقت. فهقول له كونكت ميتا ماسك، خلاص هو اوتوماتيك الموقع، فهيفتح الميتا ماسك ويبدأ ان هو يضيف الحاجة دي في المحفظة بتاعتي وانا اقدر استخدمها بعد كده. وسيبكم موضوع التعدين، التعدين ممكن تلاقي نفسك دفعت فاتورة 500 جنيه عشان تاخد 500 جنيه فاهلاك للجهاز وخلاص، فابعدوا عنه. خليكم بس ايه في ان احنا نشوف العود الذكية، ولان دي خطوة من خطوات المدينة الذكية اللي انا بتكلم فيه الفترة اللي فاتت كلها واللي هتكلم فيه الفترة اللي جاية. تحس ان هي مواضيع متفرقة لكن بيجمعها مع بعض انها هتكون كل ده بيصب في المدينة الذكية. طبيعي انا بس